السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. مشاهدينا الفخمين الجميلين الحلوين، حياكم الله في برنامجكم اليومي خلال شهر رمضان المبارك، برنامج بريك. اليوم حبايبي الغالين ضيفنا مختلف، ضيفنا غاب عن والديه أكثر من 20 سنة، ليس بكيفه بل بكيف الخاطفة. تبغون تعرفون القصة كاملة؟ خلونا نستقبل ضيفنا. ونستقبل ضيوفنا اللي تعنوا جونا من الشرقية، موسى الخنيزي ووالده علي الخنيزي. يا هلا وسهلا، حياكم الله. الله يحييك. هلا وسهلا بعم علي. الله يسلمك. أهلا إن شاء موسى. الله. أهلا وسهلا. حبايبي الغالين يا هلا. شهر مبارك عليكم. الله يسلمك. يا هلا وسهلا فيكم. الله يحييك. نورتونا. الله يسلمك. احنا سعيدين باستضافتكم. بوجودكم. هلا وسهلا فيكم. الله يسلمك. تفضلوا طلعت عماركم مع بريك ون. أهلا وسهلا. تفضل. الله يحييك. هلا وسهلا. يا هلا وسهلا عم علي. نعم الله يحييك. والد صاحب القصة الشهيرة. الله يسلمك. موسى الخنيزي. يا مرحبا وسهلا. قصة خاطفة الدمام. يا هلا وسهلا فيكم. ودنا ندردش على راحتنا، امورنا طيبة في برنامجكم بريك. حياكم الله. الله يحييك. يا هلا وسهلا. الله يسلمك. عم علي. نعم. وش قصة خاطفة الدمام؟ هذه القصة اللي أخذت يعني كثير من الجدل وكثير، احنا ودنا نعرف القصة. والله القصة يعني من بدايتها أخذت زوجتي من الصباح إلى مستشفى الولادة والأطفال في الدمام. وتمت، قالوا في ولادة اليوم. المهم رجعت البيت، خلت ما وديتها في المستشفى، ولما جت الظهر قالوا ولدت. بشروك وقالوا ولدت. ولدت بولد. ما شاء الله. قلنا خلاص سميناه موسى. موسى. نعم. وننتظر وقت الزيارة، لأن ممنوع الزيارة في أوقات غير الزيارة. لازم يكون في وقت الزيارة مسموح. من الساعة 3 للساعة 5. جميل. المهم تغدينا، شغلت السيارة وعلى المستشفى. نبغى نقيم السنة في الولد موسى. صحيح. نأذن ونقيم. طيب. في إذنه. وصلت المستشفى الساعة 4، إلا الدنيا مخبوصة، ممنوع الزيارة، هذا وقت زيارة كيف ممنوع؟ المهم قالوا في حالة اختطاف، والدنيا الممرضات رايحين والعالم. أنت ما تدري أن المخطوف موسى؟ لا ما ندري، هذا أول ما وصلت الآن، هذا في البداية. في البداية شفت المستشفى الناس رايحين الناس جايين، ممرضات وشرطة وأنا ما أدري. المهم جيت أدخل منعوني. ليه؟ قالوا ممنوع. هي وش السبب؟ أنا عندي ولد و مولود صار له 4 ساعات وأبغى أشوفه. قالوا ممنوع. قلت كيف ممنوع؟ هيصير ممنوع هذا وقت زيارة. المهم سمعنا من هنا ومن هنا في خطف. أنا قلبي شوي يعني ما أنا مستوعب العملية. ولا خطر في بالك إن المخطوف موسى؟ لا ما خطر على بالي. المهم شوي سألت العسكري، قلت له أنا الآن عندي ولد وبازور، يقول لي ممنوع. قالوا إيه في حالة خطف. من هو المخطوف؟ قال ما أدري.
شو اسمك انت؟ قلت له انا علي منصور الخنيزي. ايه. قام العسكري يوم شاف الاسم اخذني وداني حجره. وداك في غرفه لوحدك؟ ايه. الغرفه هذه فيها شرطه وفيها ممرضين. استغربت من هال بدا قلبك شوي من شفت ايه؟ الشرطه ودخلونا في الحجره خلاص يعني شوي زي الشك يعني اخذ بدا قلبك يعني يدق. المهم قالوا انت والد الطفل الخنيزي؟ قلت نعم. قالوا ولدك انخطف. يا ساتر. انا ديك الساعه بين مصدق بين مكذب، شرطه قبالي يقولوا لي هالكلام، مو معقول بقول مزحه، ما توقعت يعني انه بيصير هذا الشيء. المهم قلت كيف انخطف؟ وقعدت يعني صارخت عليهم. كيف ينخطف؟ ينخطف فوضى هي؟ مستشفى ينخطف؟ ايه. اللي صار بس اجلس وبنحقق في الموضوع، زين وين راح؟ وين؟ المهم فلتت اعصابي. شوي بعدين قال انت اهدأ بشوي شوي وبنعلمك بالسالفه. بنعلمك بالسالفه. حلو. المهم هذا يعني القصة انه عمره 4 ساعات. قالوا إليس القصة ان جت امرأة منقبة وجت وقت الزيارة قبل ما اجي انت. قبل ما تجي سبحان الله. ايه قبل ما اجي انت تقريبا 10 دقائق ربع ساعة. ودخلت الحجرة وقالت الى زوجتك كان فيه وسخ في شعره، طبعا تو مولود وفي اثار مال اوساخ الشعر يعني مو منظف، فقالت لها انظفه الك. الام على نياتها قالت شافت واحده يعني جايه بتساعدها في الحمام في نفس الحجره، قالت لها نظفيه. كانت تعبانه هي توها مولوده توها والد. المهم دخلت ابها 5 دقائق. بعد 5 دقائق دخلت الممرضة قالت لها وين ولد؟ قالت لها في الحمام المرة تنظفه. قالت ما في هذا ولد شنخطف. لا اله الا الله. المهم الام بعد بين مصدقة ومكذبة ما تدري ما يعني ما متصورة يعني ان فيه استوعبت هذا الشيء، فكأن الكلام مزح كلام يعني ما مو معقول. فهذا اللي صار واخذوا اقوالنا وتحقيقات واجراءات، وهذه بدايه الخطف. طبعا وقعها كان ما هو سهل عليكم. اي طبعا. ولا على اي اب. نسال الله ان يحمينا واياكم من الخاطفين والخاطفات. الله يسلمكم ان شاء الله امين. ابى انتقل للمخطوب. مخطفوك شبون بك. عشانك حلو يعني؟ والله ممكن طالع الوالد. حبيبي موسى، حبيبي موسى. طبعا انت موسى وانت صغير طبعا ما تدري من اللي طبعا انت نشأت بين العائله الخاطفه. اكيد. طبعا لك اخوان. ايه. لك اخوان اللي انتم عددكم 5 صح؟ محمد ومنار. إيه. عيال الخاطفه اساسيين. ايه. وانتم 3 مخطوفين. اي نعم. كيف كان وضعكم مع بعض؟ والله يعني لما كنت عايش هناك اعتبرته أمر طبيعي، ولكن حينما انتقلت إلى حياتي الجديدة هذه شفت أخوان جدد، وفعلا هذول أخواني. الدم غير، أخوانك من الدم غير. هذا بعد الانتقال عودتك لأهلك الطبيعي؟ أكيد. لا أنا أسألك عن وضعك وانت عايش مع هذه العائلة. عمرك حسيت بشيء مختلف؟ فكرت مثلا بعد ما عرفت العلم بعد ما دريت انه يعني تعرف الصح من الغلط، شكيت قلت انا ممكن اكون ماني ابن لهذه العائله، هذول ممكن يكونوا ما هم اخواني؟ والله ما شكيت يعني في ان هذه كانت والدتي، ما شكيت في ذلك ابدا. لكن غير ذلك شكيت طبعا، اصلا كنت متيقن ان هذول ما هم اخواني من الدم، ممكن من نفس الأم ممكن، ولكن مو نفس الأم. كان مجرد إحساس؟ لا لا لا
متيقن عارف هذا الشيء؟ أكيد عارف هالشيء هذا. طيب أكيد يعني حياتك مع هذه العائلة أكيد فيها ذكريات حلوة وذكريات أيضا حزينة أو مؤلمة، ودنا تحدثنا عنها، عن الذكريات الجميلة يعني اللي فيها شيء فرايحي وتحب أنك تذكره على طول، وأيضا الجانب المظلم اللي هو الحزين فيها. من الذكريات الجميلة أخوي يوسف، أي صراحة أشكر الله سبحانه أن أعطاني هالأخ الجميل هذا، يعني أكثر لحظات الجميلة مع هذا الأخ، سوينا مصايب، سوينا مشاكل، كلها مع بعض. ولكن المخطوف الثالث كان في فرق عمري بيني وبينه، أي فلذلك ما كانت الميانة مرة، ولكن يعني أخوان، تحتاجني بشيء، أحتاجك بشيء، أبشر بعزك. لكن هذه من الذكريات الجميلة، أي لكن مثل يوسف لا، جبنا العيد. طيب بما أنك يعني ذكرت نايف، هل أنت العلاقة مع نايف إلى الآن؟ إي نعم. تواصل ويواصلك؟ أحاول التواصل معه. تحاول التواصل؟ إي أحاول التواصل، يعني ما في تواصل؟ يعني بين فترة وفترة أتواصل معه. أنا عندي طرف علم أنك يعني على خلاف مع نايف. لا شلون على خلاف معه؟ أموركم طيبة؟ أمورنا طيبة بالعكس، هذا اللي نتمناه الحمد لله. طيب أخوي موسى، أنت طبعا لم تدخل المدرسة، إيه ولا تعلمت، شلون ده الحين؟ أنا أشوف ما شاء الله عليك يعني تخاطبك خريج جامعة دكتور. الله يسعدك يا رب. إن شاء الله، والله اللي يبغى يتعلم راح يتعلم، العلم نور. إيه أكثر الناس اللي في البيوت يقول لك يا أخي أنا طفشان، يا أخي أنا ما أعرف، كلمة ما أعرف هذه تدخلك في دائرة أنت غني عنها، دائرة أنت خلقتها، ما في شيء اسمه ما أعرف، اللي يبغى يعرف راح يعرف. طيب منار، منار من بداية القضية، أول ما صارت القضية أنا تواصلت مع الأشخاص اللي موجودين كلهم، إيه كلهم بلا استثناء، كل إخواني تواصلت معهم، ما خليت أحد. أما أنها صارت مشكلة كبيرة، أما أني تيقنت منه، فلذلك الشخص الصالح الحمد لله إلى يومك هذا أنا معه، الشخص الصالح. إيه تواصلت مع منار، كانت في البدايات، هلا أختي كيف حالش، إن شاء الله بخير، إن شاء الله أمورك طيبة. قلت لها كيف الأمور وكيفك مع الصدمة وكيفك هذا، شفت الرد يعني عادي طبيعي، ما هو برد اللي يختك من الدم. إيه صراحة، وهذه من يعني كنت أحبها، أحبها صراحة حب، يعني هذه أختي الكبيرة اللي هي منار، إيه أختي الكبيرة، وإلى الآن ما في أي خلاف. طيب محمد، ولكن ردها البارد، ردها أنت حسيته؟ حسيته بارد، حسيته. طيب ممكن يكون لا، النية طيبة، أكيد النية طيبة، ولكن هي في صدمة. من بعدها ما تواصلت معها، خلاص أخليها، أخليها على راحتها، هي تتواصل معي رقمها. يعني أنت بديت وتنتظر الرد، صحيح؟ أي. طيب محمد، محمد اكتشفت أنه ما هو باللي أعرفه، اكتشفت أنه ما هو بالشخص اللي أنا أعرفه، فلذلك يوم عن يوم أكتشف أشياء، يوم عن يوم أكتشف ذكريات سابقة، تيقنت أنه فعلا ما هو أخوي. ما هو شلون، شلون توقعت؟ توقع ما في مجال، هذول إخوانك يعني عشت معهم فترة، أي ما هي بسيطة. الفترة كم اللي عشت معهم؟ 20 سنة. 20 سنة؟ 21 سنة. يعني أنت معي 20 سنة، حياة كاملة. بعد 20 سنة يعني تجي تقول توقعت؟ وش اللي، الشيء اللي اكتشفته؟ في شيء واضح قدامك؟ أكيد أسألك يعني وضح لك شيء أخوي موسى عشان تبني عليه، لكن توقع أو إحساس؟ أحد الصور الموجودة عندي، أيه؟ كنت أنا رضيع وكان هو حاملني. طيب لما كان حاملني كان شخص بالغ راشد، يعني يعرف إذا كانت يعني مريم كانت والدة أو لا، يعني لو شخص عمره 13 سنة أيه يعرف، يعرف أمه والدة ولا لا. نقول مثلا كان صغير لا يفقه، لما كبر ما يعني ما كأنه حس أن اللي سواه خطأ، اللي سواه فينا خطأ، يمكن متعرض للضغط، الضغوط لما كان صغير فعلا، لما كبر طيب، لما أصبح راشد
يعني أنت تشك أن محمد يعني شريك في الجريمة؟ أنا لا أعلم، أنا ما أدري، لكن أنا أقول لك الأشياء الموجودة. أي؟ المشاهدين يعرفون، اسأل المشاهدين هل يعرفون أو لا. عم علي، نعم، أنت عندك مانع في التواصل مع أخوانه؟ لا شيء طبيعي. لا، وش وجهة نظرك في الموضوع؟ يعني وش اللي تحث عليه؟ بالعكس، احنا اولا ناس اجتماعيين. ايه؟ والكل يشهد بهذا الشيء، والدليل شوف لما صار، لما رجع موسى بيتي صار استوديو، ما في قناة ايه رديتها، لا الام بي سي لا الاخبارية، ما في، جميع القنوات، جميع الخبارية. القنوات 24 ساعة في البيت، فطور غدا عشاء، فاحنا اجتماعيين، فما بالك انسان عايش ويا جماعه يعني ضحايا، يعني امنع منهم اقول لهم لا تكلمهم؟ مستحيل، يعني هذه اصلا مو انسانيه، لا هي اخلاقنا ولا تربينا على هذا الشيء، ولا هو معقول انسان عايش ويا شخص ليش يعني ما يتواصل اياهم؟ السبب يعني انت تقول لي لو مثلا وش اللي يخليك تخليه يتواصل معاهم؟ اقول لك السبب، اما يعني عدم التواصل هذا سؤال اصلا يعني مو مقبول. ودي اسالك عم علي، نعم، فرحتك بموسى عودته طبعا كيف كانت؟ يعني هذه يعني اول اتصال جاك وقالوا لك موسى، انت وش كان الشيء اللي في بالك؟ والله هو في البدايه انصدمت. ايه ليه؟ لأن كذا مرة اتصلوا علينا الشرطة وقالوا إلينا في عندنا ولد نريد نحلله عقيب اختطافه. ايه؟ ويطلع موه، ونروح نبحث في البداية احنا يعني ما سكتنا، أي واحد يشوفوه لقيط مرمي على طول نروح نستعجل نبغى نشوف يحللوا، فصار عندنا في البداية إحباط. بس بعدين لما كلمونا أنا كنت برا مسافر. إيه كنت مسافر؟ مسافر. طيب المهم لما اتصل علي وقالوا لي، قلت أنا ما عندنا زي السنين أول زي اللي مرت علينا يعني كنوع من الحلم. إيه بعدين قالوا لي الأم راحت وحللت وطلع التحليل مطابق. يا سلام، هنا طرت. أيه؟ من الفرح ما شاء الله تبارك. حتى انا يعني في رجعتي ما حصلت تذكره سياحيه، حجزت بزنس وعلى طول. ايش البزنس يا عمالي؟ ليش هذا اقول لك يعني من الفرحه. أيه؟ بعد الحمد لله وشكره. بس عرضت يا عمالي ولا ما عرضت العرضه؟ عارف العرضة؟ جينا سوينا احتفال يعني احتفال تستاهل، ولا زواج تستاهل. اي يعني كل المنطقة جايب الجميل هذا جاي راجع لكم، ما شاء الله لا قوة الا بالله. ودي اسألك، هل انت مسامح مريم؟ طيب بسألك سؤال، شخص فعل جريمة شنيعة مثل هذه من ابشع الجرائم اللي ممكن تشوفها، لو مثلا ولدك او ولد احد المتابعين انخطف، هل ممكن تسامح؟ الله يحمينا ان شاء الله. ممكن تسامح؟ انا اسالك، انا واجبي هنا اسالك وانت تجاوب. طيب انت هل ممكن تسامح؟ انا اسالك يا موسى على عشان تجاوبني في حاله واحده، يهم المشاهد جوابك. انا راح اسامح في حاله واحده. اي اذا اعترفت وقالت وطلعوا، اذا في مخطوفين يطلعون. انا ما ادري اذا كان في مخطوفين ولا لا، ولكن ابغاها تعترف. إذا ما اعترفت كيف أسامح؟ شخص ما اعترف بجريمته كيف أسامحه أنا؟ أسامحه على وشه إذا ما اعترفه؟ يعني لازم يعترف بعدين تقرر. طبعا بلا شك. طيب يعطيك العافية. أبى أسألك نفس السؤال عم علي. نعم. هل أنت مسامح مريم؟ والله أو ممكن تسامحها؟ والله شوف، الله سبحانه وتعالى إذا العبد ما استغفره الله ما يتوب عليه، صح لو لا؟ صح. يعني أنا لو ما سويت ذنب ولا قلت أستغفر الله ربي وأتوب إليه، الله بيقبل؟
مني يتوب علي بدون ما أطلب الاستغفار؟ الله هو التواب الرحيم. إيه بس إذا أنا استغفر. طلبت، أما إذا تكبرت ولا جبت خبر أعصي ولا أجيب خبر ولا أقول يا رب سامحني ولا رب يغفر لي. إيه؟ الله بيغفر لي؟ صحيح كلامك صحيح. الله يريد إنسان العبد أن يخضع إليه. فهي لحد الآن ما اعترفت هذه كل الجرائم اللي أدانتها بالنيابة، ما اعترفت، يعني هي ما تابت، ما أخلصت التوبة. أخوي موسى، وشعور الوالدة؟ شعور الوالدة دائما تكرمها. الوالدة الصدقية. إيه أكيد صدقية. لا لا أنا الوالدة، أنا ما عندي إلا والدة واحدة. إيه هي الوالدة الصدقية الحمد لله. شعور الوالدة تقول كان ناقصنا واحد، مكانك هذا هو موجود، جبت عيال لكن مكانك موجود، مكانك موجود، رجعت أنت لمكانك. طيب شلون تعاملها معك الآن؟ يا الله الوالدة هذه يعني لو إيش ما تكلم راح أظلمها بكلامي. عوضتك؟ أكيد أكيد. طيب ما تحس أنك سحبت البساط من تحت أخوانك الباقيين؟ والله والله يقولون كذا، والله يقولون كذا. طيب لكن أمي تقول كلنا له مكانه. كلنا له. الله يحفظكم ويرعاكم. الله يسلمك. جميعا يحفظ لك الوالد والوالده. وش رايك طال عمرك ناخذ لنا بريك؟ بناخذ بريك تو. تسمح لنا؟ مشاهدينا الكرام مستمرين في حلقه موسى ووالده والجريمه البشعه، ولكن بعد الفاصل. كثير من المشاهير الان اتجهوا للوالدين. اللي مع أمه واللي مع أبوه، من يحصل له؟ أبوه بشعر حمر. يا هلا وسهلا باهل الشرقيه. اهلا وسهلا، نورتوني والله. الله ينورك. بعدين عندك الوالد ما شاء الله عم علي، عندك يعني فكاهه جميله ودي استخدمها في القصص حقك. والله ما عليك زود، والله الا انت الفكاهي يا حبيبي. الله يسعدك. الله يسلمك. هلا طاري الفكاهه، شلونك مع السناب موسى؟ السناب الحمد لله في افضل الحال ما شاء الله، يعني انت مشاهير السناب الان. هنا تعتبر انتقلت مرحله ثانيه للشهره والمشاهير. هذا بفضل الله ثم المتابعين. وشو متابعينك معك؟ المتابعين هذول اسميهم اهالي صراحه. طيب تسوي دعايات؟ اسوي دعايات. تعطي الوالد شيء ولا ما تعطي؟ اعطيه عيوني يستاهل كل شيء. ورا ما تدخل معك والله. انا اشوف شخصيه الوالد يحبونها المتابعين. الوالد عاده مشغول فلذلك ما في الوقت، حتى اخواني قبل كانوا يطلعون. كثير من المشاهير الان يعني خلاص اتجهوا للوالدين، اللي مع امه واللي مع ابوه. والله بالعكس، لانهم اصلا يضيفون، لان نكهة نوعيه عم علي محبوبين وقريبين من الشاشه يعني يسلم. وقريبين من القلب. الله من طيبك ومن اخلاقك يا اخ بريك. الله يطول لي عمرك. الله يسلم. حتى الوالده تقول من يحصل له؟ ابو بشعر حمر صراحه. هنا هي ابو من الجمال. هو طبيعي الشعر الحمر هذا ولا صفر؟ اي لا طبيعي. طبيعي ان شاء الله تبارك الرحمن. الله يسعدك يا عم علي ويسعدك يا موسى. طيب استفدت شيء من السناب؟ اكيد بشكل عام استفدت. وش أعظم أو أكبر أو أحسن المكاسب اللي أنت أخذتها من السناب شات؟ الناس. الناس. الناس، أصدقاء، أهل، يعني صراحة جميل أن تشوف أن الناس يعني مهتمين فيك كأنك أخوهم الصغير، يهتمون فيك، يقولوا هذا غلط هذا صح، صراحة شيء جميل، ورينا معاك، خذنا معاك، تحس كأنك عندك أهل فوق أهل. عائلتك. عائلة، عائلة صراحة. طيب تحس أنهم يعني عوضوك؟ عوضوني. عوضوك. عوضوني. أكيد عوضوني عن الشيء اللي سويته. طيب أنت بديت في السناب في حياتك السابقة ولا حياتك الجديدة؟ بديت في السناب في حياتي الجديدة. حياتك الجديدة. حياتي الجديدة. ما شاء الله وصلت للناس، تستاهل موسى. الله يسعدك. الله يسعدك يا ربي. الشيء اللي أعطاك يا رب العالمين مو شوية. طيب ممكن أصور للسناب اذا ممكن؟ ابد متشرف. الله يسعدك يا رب ان شاء الله صراحه. متشرف ناخذ معك سيلفي انا والوالد
وهو طبعا فكاهي ان شاء الله انزله بعد عندي. طبعا حاليا انا في برنامج بريك صراحه في وقت المقابله قلت ابغى اصورهم صراحه. يا هلا وسهلا صراحه المقابله جميله وسالني سؤال عن اهلي صراحه وقلت لازم اصور لكم سناب. رحم الله والديك اخ بريك وصراحه. يا هلا وسهلا نورتنا مشاهدينا الكرام. الى هنا وتنتهي حلقتنا مع عم علي وموسى. الشيء اللي نبغى نوجهه من خلال هذه الحلقة، أولا أسأل الله أن يلم شملكم ويحفظكم بعد رأسي الله ويحفظ كل ابن لحاله. الله آمين. الرسالة يا طول العمر، اتقوا الله في أنفسكم. أنتم يا من تعملون من أجل، يعني تبغون توجعون الناس في فلذات أكبادها، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أنفسكم. إلى حلقة جديدة في أمان الله. يلبس خواتم حريم ويلبس قلادة حريم ويلبس شنطة حريم، يعني أنت رجال لو ترك أبو ريتاج السوشيال ميديا أنا بتركها معه. الناس كلها يعني إنه فيهم بلا وجلاء، وش أنت خير؟ جايني من وراء يقول معليش تدعم سنابي يا رجل وأنا جاي على تكسي.